أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: انتشرت في الآونة الأخيرة التوسع في المسرحيات والإعداد والإعلان لها، فهل من كلمة تجاههم؟ ما دام أنها تكرر التمثيليات في المدارس، في بعض المدارس أو في كلها، وتقرر أيضا في المراكز الصيفية، فهذا تدريج للمسارح، فعلى المسلمين أن يتنبهوا لهذا وأن يحسموا الوضع، فلا يسمحوا للتمثيليات والمسرحيات لأن تكون، حتى أنهم يقولون أنها من وسائل الدعوة، جعلوها من وسائل الدعوة. الدعوة غنية عن هذه الأمور، الدعوة بالكتاب والسنة ومنهج الرسول صلى الله عليه وسلم ومنهج الأئمة الدعاة إلى الله عز وجل، هذا هو الواجب، فتترك هذه الأمور وما يؤدي إليها وما هو وسيلة إليها. نعم.